السلام عليكم ومرحبا بكم مره اخرى. اليوم نهار العشر في رمضان، كنتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا دوزتوا نهار زوين بصحه فطوركم، وديما كيف ما العاده الموعد ديالنا كينطلق كل نهار مع العشرة ديال العشيه. الضيف ديال اليوم ضيف خاص، ضيف استثنائي، لانه اول حلقه من الحلقات غادي يكون معنا لاعب ديال كره القدم، ماشي لاعب عادي، لاعب متالق محترف مغربي بصم على مسيره كرويه محترمه جدا في المغرب اللي خلاته يحترف بالديار الفرنسيه. هو الاصول ديالو من مدينه قنيطره، لعب في الفتح الرباطي واحترف ديجون، لاعب ديال المنتخب الوطني المغربي، اخلاق كبيره، بوتونسيال كبير، لاعب عنده مستقبل واعد ان شاء الله. وشكرا بزاف كثير ليه، لانه قبل الدعوه انه يكون ضيف ديال الحلقه العاشره من شهاب لايف شو. نطلب منكم سيداتي سادتي انستي اعزائي كاع الناس اللي كيتبعونا، ترحبوا معنا بحراره باللاعب المحترف نايف اكرل. اسئله تقديم درتي ليا كي جاك؟ ويلي 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 كي جات كي جات كي جات كلانترو؟ ها هو جوج داز شتي هاو شتو مهلو حاقد، قول سلام. تحياتي لك اخويا. كي داير اخويا العزيز؟ كي داير؟ صحيحه رمضان مبارك سعيد، نقولوها في اللايف دابا، نقولوها اوفيسيال، نقولوها قدام الناس كاملين. اهلينا وعليك مبارك سعيد ان شاء الله بالصحه والسلامه والعافيه. وفراسك هذه اول حلقه، يلاه شريت تريبي، هذه اول حلقه معك انت. شريت الماتريال باش تعرف راسك ماشي ساهل. واه عندي الزهرش من ماشي ساهل. لا والله الا مشيت شريت الماتريال اخويا تنت ايكيبا على قبلك. كي داير صحيحه اخويا؟ والله الا صافا، كلشي بخير، صحيحه لاباس العائله بخير. هذيك الجلسه هذيك الشيء اللي موراك باينه ماشي انت. كيفاش باين ماشي انا؟ لا ماشي انت اللي مصاوب والله يا سيدي. واه شوف هي ضروري يمكن لمسه المعدم، ولكن راه شوف كاينه النظره ثاقبه ديال الاطار الوطني. بغا يسلم عليك خويا قديوي. كي داير؟ كي داير اخويا هجوج؟ هادي مزيان الله يحفظك. سيف قال لك هاري بوتر ديال اللعابه. هو انا نحيد؟ لا خليك مزيان زوين. اخويا عطي راه عينينا تحفاو بالبلاي، خمسه السوايع في النهار. ومالك على حالتك اخويا؟ عرفتي خمسه السوايع كنتي في لونترينمون؟ هذا ما كيفيد بوالو، هذا اللي حدايا شنو نبقى نقول له؟ اللهم اللعب. نايف قول لي اخويا، اول حاجه بغيت نعرف كيفاش كدوز رمضان كونفينمون بعيد على العائله، كي غادا الدعوه؟ دخلك بالنار. شوف والله العظيم زعما النهار كيدوز عادي، كنحاول انا وهذا نطيبوا شويه الفطور، نقيسوا من هنا ومن هنا، فهمتي؟ نتفكر عمري الدار، نعيطوا للوالده تعاوننا هي ولا اشنو تيدير نايف في رمضان؟ شنو تيطيب؟ شنو الشهيوات اللي تيدير في الكوزينه؟ والله داك الشيء ساهل، ما كيعجبنيش ناكل داك الشيء بحال داك الشيء المعمر هذا، كنخلي للوالده انا. إيوه؟ ساهل فهمتي، كاين عطيني لي بات، عطيني الروز، الحوت، الدجاج. دابا انت بوحدك شنو هي الوصفه اللي تتقنع؟ البارحه خويا عيطت لاختي باش نصاوب واحد البانكيك وحنا نحرقوه. اش خرجتو الحل؟ ما عرفتش شنو، والله الا خرج كحل. خرجتو الحرشه؟ درنا فوق نوتيلا زعما باش ما تبانش. طيبتو التوكال نتوما؟ هو اللي حرقوا. انا عارف ان الهجوج خدمته لارو. قول لي اخويا، اولا المعلومه اللي عرف الناس كاملين هو انه تقرر رسميا الغاء ديال الدوري الفرنسي. شفت البوست ديالك في انستغرام، ماشي هو هذاك طبيعة الحال. هذا خبر محزن بالنسبه للناس العشاق ديال كره القدم وحتى الناس البروفيسيونيل. كيفاش تلقيت انت المعلومه؟ عرفتي بقى في الحال، عرفتي علاش؟ حيت منين بدا الكونفينمون وانا كنتريني في الدار، فهمتي؟ كتحاول تخلي لا فورم مزيانه، جا هذا فهمتي بحال حطمك، ولكن ما عندك ما دير، غتحتارم فهمتي، غتحتارم. كاينه المصلحه العامه. كاينه المصلحه العامه. اكزاكتومون، فهمتي؟ لي زورجونس سانيتير خصك تحتارمهم وصافي. واش نايف بقى في الحال لان البطولات وقفات لانه بالفعل كيعشق كره القدم، ولا بقى في الحال لانه شوماج؟ شوف والله العظيم زعما بقى في الحال، حيت كنا ولفنا واحد لاوتين كتفيق تمشي تريني هادي ترجع، ملي كتبقى عارف في الدار واخا كتبغي تريني ماشي فهمتي، ما كترومبلاسيش داكشي اللي كدير في التيران. نعم بقى في الحال. كاين البروغرام سبور عندك في النهار؟ كنعرفوا رمضان عنده طقوس خاصه بالنسبه للناس اللي تيديروا الرياضه. انا عرفت من الناس اللي مواظبين بطبيعه الحال على لونطريمون وداكشي، كيفاش كان البروغرام عندك؟ انا قبل ما يبدا رمضان كنت كنحاول نتريني كل نهار، دابا كنتريني بالليل مورا الفطور. قبل الفطور ما تيعجبنيش نتريني، ما كتكون عندك والو لا كانا لا صحه لا والو، سيرتو هنا كيأذن معطل، كيأذن حتى لتسعود الليل. دونك حاولتي انك تحافظ على البروغرام ديالك عادي؟
لا بعد شنو، واش البطولة تلغات، واش غادي تبدا في سبتمبر ولا شنو، شنو كيروج في الكواليس؟ لا صافي، عطاو دات العام الجاي غتبدا في اوت بحال ديما. دونك هاد اوت العام هذا سالا، كاين فراقي طاحوا وفراقي غيطلعوا، فهمتي؟ خداو لو كلاسمون اكتويل وقال لك صافي غنكملوا عليه هكا وحبسوا كل شيء. الشامبيونه ما عطاوها حتى شي واحد. لا عطاوها، خدات البي اس جي. اوكي. حاجه اخرى قبل ما نبداو شويه في لا كارير بروفيسيونيل ديال نايف اكراد، المشوار ديالو الرياضي الكروي، انا عارف ان ديغنييغمون لابورتمون ديالك دخلوا لها الشفاره. هادي ما قلتها لتا شي واحد صراحة. كاين شي ما عرفتش شكون شوف خرج هاد الهضرة شوف، للصحافة. عندنا المقدمية، عندنا المقدمية، ما تخاف، تكون قصيرة وين المقدمية. احنا معانا رجالة. بصح شوف، هي في قبل ما يبدا الكونفينمون في مواد فيفري كنت لاعب ماتش صراحة، ما بغيتش نهضر في هادشي ولكن نقولها، حيت ما عرفتش واش العائلة يكونوا كيتفرجوا دابا، حيت الوالدة والوالد ما كانش فراسهم. الوالد كيقرا الاخبار عيط ليا، فهمتي؟ عاقب بداكشي عيط ليا. انا كنت قلتها لاختي ولكن الوالده ما بغاتش نخلع، راك عارف كتكون بعيد كتبقى ما تنعش تقول لك واش يعاودوا يدخلوا واش. بيان سور كنت لاعب ماتش، مشيت للماتش كنا ضد موناكو وصافي. جيت سالينا الماتش مع شي 11 الليل، كان معايا جوج نيت ولاجون ديالي. دخلت للدار، كانت الدار فهمتي الباب مهرس وحوايجي مقلوبين وهذا، فهمتي؟ شفر حوايج، داو لي حوايج. مشاو لك الحوايج، مجوهرات، المجوهرات ديالك داوهم ليك. مشاو ليا سكان، فاليز، فهمتي؟ واحد ثلاثة ديال لي مونتر سبرديلات كاملين. نايف، انا اللي سمعت هو انك ماشي غير انت بوحدك اللي تعرضتي للسرقه، وكاين ثلاثه اللعابه ديال ديجون اللي تما وقعت لهم نفس القضيه. زعما هذه عمليه مدبره، وشنو واش درت، كيفاش كانت التحقيقات، شنو وقع اكزاكتوم؟ شوفني، واش شفت حد معين؟ واش كنت سنيت في مارسي ولا في باريس، فهمتي؟ اللي مدينه كبيره، مدن كبار، نعم. هتجي تواجد غتقول انا فهمتي. دي جون كنقول مدينه صغيره، فهمتي؟ ما يمكنش شي واحد يزعم تخونكيل. يدخل الدار عندك ولا ساعه. انا دارت لي انا الاول، جوج سيمانات موراها مشاو للمغرب واحد اخر، منير شويعر اللي كنتي تعرفو، نعم وهاد دازو لواحد الدري تواود في فرنسا، ميكا الفونس. تخونكيل. شوف كما تنقولوا حنا، تلقى البلا والباس، تفوت غير الراس وتجي فاش ما بغات تجي. والله الحمد لله. اون بليس فهمتي، تخالفوا مع حاتم بشي نص ساعه، مع كاين لي كنت داو كاميرا، على حتى هو. كاين لي كاميرا داكشي، هو مع خرج نص ساعه دخلوا. دونك كتقول الحمد لله ما كانش هو في الدار وجا، ما عرفتيش شنو قد يوقع، هو يتهز معاهم ولا هذا. كان ياكل واحد السلخه بعدا، الحمد لله بدا على ياكل واحد السلخه. هو بيناتنا ديال العصا، ولكن ما هو ديال العصا كيما مبغيهاش اللي يهلكوه. كانوا جوج هذاك الشيء اللي كاين، كيف ما كان الحال تيبقى الناس كيكتبوا لك المزابي هو مول الفعله. وفي نظرك ما يقدر يدير المزابي؟ لا لا شوف، الله اعلم. الله اعلم. نايف خويا، انت زاديتي في قنيطره 30 مارس 1996، ولد قنيطره، ولد حلاله. بغيت نعرف شويه كيفاش نايف بدا لا كارير ديالو في الكوره، زعما كيفاش نهار الاول اكتشف ديالو الموهبه، واش في الزنقه، شكون شد بيدو النهار الاول، شكون اكتشف الموهبه ديال نايف اكبر؟ كنت قلتها في واحد اللايف، بديت في الزنقه كما قلتي. كانوا معايا الدراري صحابي، كنا كنلعبوا حدا الواد، معنا كنت ساكن في ولاد قنيطره عفوا الطيبيه، كان حدانا الواد، وكانت واحد البلاصه فهمتي بحال الغيس، كان قصاح ولاد زويونه اللعب، كنا كنمشيو نلعبوا. الله. كان واحد جوج ديال الناس تمايا، ذكرت سمياتهم ونعاود نقولهم، طونيا وبوغابا، كانوا كيتفرجوا، كانوا معايا جالسين تمايا كيتفرجوا هادي، وجاو عندي قال لي بغيناك تجي للكاك وبديت في القناصه. القناصه قلعوني. واش عرفتي واحد القضيه؟ راه مالوغوزمون مابقاتش القضيه، لان شحال هادي غنهضر ماشي على جينيراسيون ديالك ولا حتى على جينيراسيون ديالي قبل، ولكن كانوا الناس كانوا منقبين تيمشيو لي كارتي، تيمشيو للاحياء وتيتفرجوا، كانوا كيروكريتيو لعابه صغار كيديوهم للفرقي. زعما مالوغوزمون مابقاتش القضيه هادي. باقا والله لا باقا، ماشي بالدرجه اللي كانت بها شحال هادي. لا ما دابا علاش الناس كيتسناو دابا واحد التكوين، نقول اكاديمي، فهمتي؟ وي الناس كيمشيو يشوفوا دابا، مع احتراماتي للدراري كاملين اللي كيلعبوا في الزنقه وداك الشيء، دابا ولاو كيفضلوا يمشيو ياخذوا واحد من شي مدرسه واجد على انه يمشيو ياخذوه هادي يبداو معاه ازيرو وهذا، فهمتي؟ دابا كيقول لك ناخذ الواجد طيب، نعم احسن ما ناخذ شي واحد لان هذا نبدا معاه ازيرو وهذا. وكاين شي موهبات في الزنقه خويا، راه شنو نقول لك؟ انا كنقول شوف، كنقول واحد حاجه في الناس في برا تيقول لك لا شونس،
انا كنقول ارزاق، كلها رزق طبيعة الحال طبيعة الحال. صراحه والله، كلها رزق. وانا ترجع بيا دابا الوقت شحال تقول لي راه واحد النهار غتمشي لفرنسا وغتلعب ضد لعابه هادو هادو، غتجي للمنتخب وهادي. نقول لك سير، اش كضحك عليا، سير بعد مني، خليني واش نقرا. هادشي كامل، واش هادشي خططتي ليه زعما قبل قسما ما تبدا بالله لا كارير ديالك؟ ما شو خططتي لوالو؟ واحد الوقيته لا، ولكن ملي دخلت الاكاديمي تما فين بديت دابا تحلم وتقول انت البيبان تفتحوا لك كتقول خصني اسمح لي انا واحد شي المدفع واحد ضربتيه بصبعك، راه عرفتي ما حسيتش انك باغي تخرج ليه تاكل، سافتو الفوق. راه عرفتي ما كرهتيش تخرج ليه تاكل. لا منين دخلت الاكاديمي فهمتي، كتدخل الاكاديمي صافي كيتفتحوا لك العينين، انت تقول كلشي كلشي بيدي دابا، تما كتبدا تحلم. اما قبل منك في قنيطره لا، باش نجيك نيشان لا. من الهوايه الاكاديمي كيفاش كان هذا الانتقال هذا؟ كيفاش داز نايف من هنا لهنا؟ كنت في الكاك، كان واحد التورنوات تيدابا في الكاك، وكان السي ناصر لاركيت كان مدير ديال الاكاديمي ديك الساعه، نعم. كان كيجمع الدراري وكيمشي يشوف وهادي، وجا شافني تما انا وشي دراري ديال قنيطره. الحمد لله توفقت ودخلت الاكاديمي. كانوا نورمالمون وجاب لا كيجيبوا تيسير، ها، وجاب لا تيسير. جاب الله تيسير، قال لي ادخل الاكاديمي وهادي، ودوزت 5 سنين تما الحمد لله. دابا من خلال التجربة ديالك، واش هو كان واحد حد الدري ياسين جبيرة، كان تحياتي ارمانو تحياتي ليه، وتحية راه كاين رحالي توا كيتفرج، تحية كبيرة ليه. سيمو غزال، سيمو عزيز عليا. واش كتآمن بالحظ في كرة القدم؟ شنو؟ واش الحظ عنده عامل مؤثر في كرة القدم؟ ما قلتها لك دابا، كيقولوا الحظ، انا نقول لك الحظ، ولكن نقول لك هو يا الارزاق. احنا ولكن مسلمين ضروري من الموهبة. المكاتب احنا. واش اخويا حطها اش لا لا لا، خليه لا، من اخليه بعد يجي، من بعد خليه يجي كيضرب ليا في من ودني. بعد من بعد عنده في الكوزينة وداك الشيء غنعيطوا ليه. مازال عندنا فقرة ديال الوصفات، عندنا لا فقرة قلت لك خاصة شوف، بالوصفات. كنآمن بالارزاق اكثر. احنا مسلمين كتقول ربي مكتب لك الطريق، انت وما عاد انك تقلب على نهضروا على السبب. الارزاق، انا ملي كنت كنبقشش عليك شويه عرفت ان قضيه الارزاق، انا كانت وقعت لك واحد القضيه، كان عندك عقد ملي كنتي في الاكاديمي كنتي غادي تمشي لواحد الدوري معين، انا نخليك انت تعاود باش ما نحرقش انا المراحل، ولكن ما سهلش الله في اخر لحظه، من موراها وقعتي على اول عقد احترافي ديالك مع الفتح، انا نخليك انت تعاود. كنت ملي خرجت من الاكاديمي كنت سنيت في فالونس في فالونس الاسبان. اكزاكتلي. وما كتبش، بقى لي يومين ومشي، وعيطوا لي كنت مع الدار داكشي، وعيطوا لي قال لي ما غات بدلنا، ما غاديش بدلوا نشوفك. داك واحد، جا واحد السيد شرى الكلوب كامل، شرى فالونس كامله ديك الوقيته في 2014. ودوك الناس اللي اختاروني انا، اللي ريكروتور اللي كانوا باغيين يديوني مشاو، عيطوا لي قال لي ما غات الناس. تقبلتيها ما تقبلتيهاش؟ لا كيفاش كان شوف، الوقع ديال الخبر، خصوصا انت كنت باقي صغير كتحلم هذه بالاحتراف؟ هي المشكل، كون جاتني دابا اه دابا غتقبلها بواحد لا ماتوريتي فهمتي، غتقول ما اكزاكتو. ديك الوقيته انت صافي، وكتسلمتي على صحابك، درتي عشاء الدراري اللي عزاز، ما كانش عجوج، ما كانش. غيكون العشاء وما يكونش هو، جاتني غريبة. لا كيحشم، شوف ما كيهش العينين في الوالده هذا، والله ما كيهش صح، عادي ما تخرج بيناش العينين فيه عادي. زعما. لا لا كيحترم. دابا واش انت بقات في كلاس سينياتور ولا بقات في العشاء زعما؟ بقات فيا الوالده تعذبات على العشاء. الله يخليها لي. وبقى لا بقات فيا لا سينياتور، حيت صافي كدا تحلم كتقول انا نحط رجلي في لوروب في ديك الساعه، شحال الاسبان. عندي 18 عام نعم. دابا. انا جيت لفرنسا عندي 22، ماشي هي اللي جيتي في 18، وشحال الوقت كنت تربح، ولكن خايف ما اختار الله. بالمقارنة مع كورة، أنت تبعتي الدراسة ديالك بيان سور، قريت، شنو المستوى اللي وصل لنا فيه؟ شديت الباك في الاكاديمي، وحاولت نقرا في معهد مولاي رشيد ديال تكوين الاوتور. تكوين الأوتو. وقريت تمايا صراحه، دوزت عام ونص نقولوا، ما خديتش الدوك ديالي حيت ما نخافش نقولها، شي وحدين ما خلاونيش ناخذها، نعم فتحت هاد لا بارونتيز ونسدها. صافي شي نسدوها، وحدين شي نمروا وحدين الله عليها يسمح مرور لهم، الكرام. الله يسمح نعم. لهم، شي وحدين كانوا وصلت بهم الوقاحه. يقول لك تحبس الكره وتكمل قرايتك، هما ما عارفين شنو واقع مور ديك الكره، شنو كدير بالكره فهمتي. صافي، وصراحه عجوز، استفدت علاش بزاف. كيتكومونتي اخويا؟ راه تنقرا تنقرا، راه كنشوف شنو تدير كومونتي والله كي ماشي. كومونتي. قول لي اخويا، انا المهم انا شوف، انا بخششت عليك شويه وبشيت نقلب عليك شويه، انا عرفت انك تتكلم بعض اللغات، ما غاديش نمشيو نغوصو بزاف ديال اللغات. انت كتلعب الدوري الفرنسي، انا غنعطيك غير واحد تحدي صغيور زيد ديال شوه اللغه الفرنسيه، انا غنعطيك امثال شعبيه مغربيه، انت ولد الشعب ولد القنيطره، بغيتك تقولهم في فرنسا، بالك شي شفار غادي
وبغيتي تقول راه راه الغوت وراه، وكي بغيتي تقولها جاكلين كي غتقولها لا؟ راه راه الغوت موراه. اه خصك تقولها جاكلين. بغيتي هادي وحاول راه والغوت موراه. والله ما عرفت. لو فوالا لو فوالا لي كري سون دايير لو لا لا صح. بامال بامال كي صح. شوف راه ديالي هذا قديم. سوا يا ودي صافي بحال حررتي. لا زوينه وكي ما وجدتش لا هادي زيد زيد اخو انا مين انا نتسناك تتوجد دابا الا بغيتي تقول بغيتي تقول شي واحد ما قدو فيل زادوه فيله ما قدو فيل زادوه فيله انا مثل شعبي مغرب فيله والصنداله ولا لا في فيله فيله انت الفيل il lui a pas suffi à lui pas suffi à لا صعيب عليا هادشي اخويا. انا واحدة سهلة انا واحدة سهلة زيد. بغيتي تقول لشي حد بغيتي تقول لي اجي امي نوريك دار خوالي. اجي امي نوريك دار خوالي. اجي امي نوريك دار خوالي. مامون فيان باغ لا جو مونتخ لا ميزون ميز اونكل. فهمال فهمال. شوف انا كنديرو شوف مرة مرة كنديرو الفواصيل كنديرو الفواصيل باش باش نرجعو عاوتاني للمسيرة ديالك. دونك من هاد لا بارتي هادي جات لا سيناتور ديالك في الفتح الرباطي فريق كبير فريق مرجعي. كيفاش جات لا سيناتور؟ اسمح لي شفت واحد الكومونتير حمودان احمد الغزال ديالي والله الا تانا توحشتك اخويا فقرة التوحش قول لي اخويا. حمودان تحية كبيرة لحمودان. واش حمودان 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 طنجة تحية لي. قول لي فتح الرباطي الفتح لا بيريود غنهضروا على الفتح الرباطي غنهضروا على لا سيناتور ديالك عاد من بعد نجيو للاحتراف. بسم الله. كيفاش جات لا سيناتور؟ دونك تعطرات المفاوضات ديالك ماشي ما تعطراتش ما سهلش الله في لا سيناتور ديالك فالونس. كيفاش نايف غادي يمشي للفتح وعلاش الفتح وماشي فرقه اخرى؟ انا نقول لك منين وقع داك الشيء دازت شحال نهار عيطوا لي الفتح قال لي راه سمعنا بلي ما بقيتيش غادي لفالونس وهذا وحنا كان نمشي نعطيك واحد الكونطرا هنايا نعطيك واحد الفرصه تجي تبين لي كاليتي ديالك وتلعب معنا وتعاون الفرقات كبير وداك الشيء وهادي صافي. انا علاش كانوا شي فراقي انا ما ترددتش جاتني الفتح على جوج الحوايج منين كتشوف البروجي ديالك فهمتي اون طونك جون ديك الساعه عندك 18 عام كتشوف بلي هما اللي غيعاونوك وفرقه اللي كيعجبوها لي جون وشفت بزاف د الحوايج ديك الوقيته كان خصني نجلس حدا الدار شويه بيان سور حدا فهمتي قنيطره الرباط راه 25 الرباط قنيطره قريب ما بغيتش نبعد نمشي بعيد بغيت نجلس حدا الدار دونك بانت لي الرباط قنيطره فحال فحال وبان لي بلي فرقه كبيره بلي زانفراستركتور ديالها بديك الوقيته بكراكي كان يلاه استنى فهمتي بمدرب حتى هو ملي كيهضر معاك تيقول لك انا باغي نعاون لي جون ونلعب لي جون دونك انا ما ترددتش مع جاتني الكونترا بلا ما نفكر زعما الفلوس ولا هادي صافي سنيت وكلتي على الله بديتي في الفتح بدات المسيره ديال في الفتح كيف ما تنعرفوا البطوله من بدات اسبوار ما بداتش نعم؟ في ليكيب برو اسبوار بيان سور. لعبتي في البطوله تقريبا 4 سنين البطوله الوطنيه البطوله الوطنيه ديرنيرمون دخلت المرحله الجديده هي مرحله ديال الاحتراف نايف اللي لعب في البطوله الوطنيه واللي كيلعب دابا في الدوري الفرنسي واش كيبان لك بالفعل ان البطوله الوطنيه وصلت لمرحله ديال الاحتراف؟ بيان سور ملي كتشوف بحال دابا لي تيران كيفاش ولاو تحيد ما بقاوش لي تيران سانتيتيك ولا كلشي ناتورال فهمتي كتشوف كنتي كتلعب شحال هادي ملي كنت كنتفرج انا في البطوله في الصغر كيبان لك شي تيرانات زعما ما يمكنش اللاعب يلعب فيهم ويبين لي كاليتي ديالهم لقيت الحمد لله الزهر اللي عندي انا منين جيت منين بديت في لا جينيراسيون ديالي جينا لقينا كلشي مزيان لقينا التمرينات مزيانين كانوا شي فراقي زعما كيتعطلوا في الخلاص على شي لعابه فهمتي على اللعاب شحال من فرقه كانت كتعطل في الخلاص انا طحت في الفتح ما كانش عندي هذا المشكل دونك ما يمكنش نهضر عليه نعم كنت ديما مخلص في الوقت امور كلشي مزيانه دونك وي كنشوف باللي فهمتي تزاد المغرب في هذا الكوتي ديال البروفيسيوناليزم ولكن باقي شي حوايج غيتقادو جايين مع الوقت ولكن ملي تنهضروا على البروفيسيوناليزم ما تنهضروش غير على تيرانات انت عارف القضيه لان استراتيجيكمون واش كيبان لك ان السياسه الكرويه في المغرب غاده في طريق صحيح غاده في طريق صحيح ملي كتشوف بحال دابا لعابه خرجوا من المغرب وعدد كبير اللي في هاد 4 سنين الاخر غنقول شحال من لعاب ما يهمش فين مشى واش مشى لوروب واش مشى للخليج واش مشى لهنا بزاف ديال اللعابه خرجوا
دونك هذا هو الهدف الشامبيونا. فوقاش كتبدا تعرف فوقاش كيطلع كتطلع لا فالور ديالها، هي منين كتخرج لعابه، لعابه كيلعبوا شويه في البطوله وكيخرجوا على داك كيخرجوا من المغرب، دونك يبين بان الشامبيونا غدا كتزاد و وهادشي كيبشر بالخير. وان شاء الله. حنا شنو بغينا؟ بغينا غير الامور تمشي مزيان، لان المغرب بلد كيتنفس كره القدم، بلد كيعشق الكره، دونك حنا كنتمنوا غير الاوضاع تمشي مزيان. دونك قبل ما نمشيو للمرحله ديال الاحتراف، من فتح الرباط للاحتراف، عندي واحد لو جو صغير كنديرو في كل لايف. هذا لو جو هذا سميتو لونتي فراس. كنعطيك واحد الشخصيات اللي كتعرفها، الناس اللي قرابين ليك ولا الناس اللي جاورتيهم ولا لعبتي عندهم ولا معاهم، وانت كتقدر الراي ديالك بالعكس. غنبدا بوليد الركراكي. ما كيفهمش في الكرة، ماشي ولد الناس، وما عاوني في والو، واليوم ما يستاهلش المرتبة اللي وصل لها. بيان سور، الناس اللي يلاه دخلوا دابا وسمعوا كيقول هادشي، هذا راه لونتي فخاز. لونتي فخاز، كنأكد لونتي فخاز، عطيت الضبط. هذا سميتو لونتي فخاز. إلا قلت لك فيصل فجر حتى هو ماشي ولد الناس، ومنين جيت للمنتخب ما تعاملش معايا مزيان، وما دخلنيش في الجروب ديال المنتخب، وتا واحد ما كيحملو في المنتخب، وماشي لعاب ما كويريش. اخر سميه هي واحد الشخصيه اللي عارف انا عزيز عليك بزاف، اللي هي ايرفي رانر. ماشي هو اول واحد اللي عيط لي المنتخب، ما عطانيش فرصه باش ندير البروميير سيليكسيون ديالي، ما دار والو مع المنتخب، وتا شي واحد حتى هو ما كان كيحملو في المنتخب. دونك قبل ما نمشيو لمرحله المنتخب وقبل ما نمشيو للاحتراف، تبارك الله لعبتي 4 سنين في البطوله، اكيد ان عندك مجموعه من الصداقات مع لاعبين في البطوله، بزاف ديال الناس كيحترموا نايف على المسار ديالو الكروي، اكيد ان عندك ثقافه عامه شامله في الكره، وهادشي درناه قبل ما نبداو لي لايف، كنا تنضحكوا به بزاف ديال لي جو. انا اليوم بغيت نديرها اليوم في الحلقه. زيد انا غشاش، ما قلتيش انا غشاش. انا بالعكس ما نغشكش، انت عزيز عليا، ما نقدرش نغشك. والله انت غشاش، والله غشاش كبير. لا ولكن شوف، انت ما اثرت على العلاقه ديالي لوياك، لان العلاقه يسودها الحب والاحترام، وانا كنحبك وتنقدرك. لا العلاقه حيده، ان شاء الله ومسيره كبيره ان شاء الله، وتكون مليئه بالتالق والنجاحات ان شاء الله، ونشوفك في اعلى المراتب. كي جاك هادشي يا ربي عزيز؟ اش كنت نقول ديما؟ كلميتيني اش كنت نقول ديما؟ والله الا انت راك عارف اخويا. الله يحفظك نايف. غادي نقول لك، انا نعطيك حرف الكاس، حرف الكاس، وبغيت تقول لي ثلاثه ديال الحراس دازوا في البطوله الوطنيه كيبدا بحرف الكاف. حرف الكاف، ثلاثه ديال الحراس. انت مجدهم؟ لا لا لا، انت، انا نسولك حراس. كحه كتلة الهجوز زيد. وخليه يعاوني يلا، هذيك نرى معاك المدام ومع كلشي. والمدام ما تغششني بالكره. واحد الله، كحه زيد زيد. كرايوات؟ لا خليك كرايوات على لعاب. كرايوات هذا غارديان، ما عرفتش واش متحبس. وكيناني قريتيها؟ لا لعب ضده عزيز. كيناني في الماس، ونقول لك فين صح، نسيت. وكيناني، اعطيني ثلاثه ديال المدافعين في البطوله الوطنيه كيبداو الاسماء ديالهم بحرف السين. سعيد العمراني. سعيد المراني؟ العمراني، عمراني اللي كان في الوداد ياك. سعيد سميتو؟ لا لا، سعيد. استسمح. كريم العمراني. كريم العمراني، تحياتي ليه. سراج. سراج عادي. سراج عادي. سراج، انا اللي لاعب، خليه بعطي يقول لك عاوني. تهني انت. سعيدي محمد. محمد سعيدي، وكان معايا في الاكاديمي، وكاين سيمو الحاج تاهو. تحياتي لي، انا هضرت معاه غير قبيله وسلم عليك، غير باش نسلم عليك بزاف. انا دويت معاه قبيله قبل الفطور، وقال لي سلم بزاف على نايف. غزال ان شاء الله راه غادي يكون معنا في شي حلقه ان شاء الله، ندخل نصدعكم. ثلاثه ديال وسط الميدان كيبداو بحرف الجيم.
الجيم عرفتي فين مشى هوايا هي تيران توب الجيم كون موجودين اصاحبي ها هو كيقرا لا هو كيقرا اللي جريندو زعما كيلعب اللور كاين جلال داودي زيد لا راه جريندو لعب في الميليو انا مع صغير فهمتي تفرج لا لا لعب في الميليو عاد رجع عاد رجع كاين يحيى جبران زيد جبران شكون بيجو جلال الداودي وجبران انا ما نشوفش يلا زيد انا نعاون جبير ما لعبش ميليو انا نعاونك واحد لعب لعب في الخميسات لعب في الخميسات ومن بعد مشى لتطوان وجا الراجع جحوح ولعب معايا فتح ايوا اش بغيت يا صاح احمد جحوح قالت لك اخر وحده ثلاثه ديال المهاجمين في البطوله الوطنيه كيبداو بحرف النون مهاجمين نناح زيد اسكت انا ما كنقراش والله ما كنقرا نناح يوب فابريس نكا كيلعب قدام ياك لا نكا كيلعب في الديفونس عرفت انت اش كدير الكره حتى انت متنوع صاحبي راه شوف نكا انا وياه بحال هكا ترى كبرت انا وياه النملي معلم مهدي النملي مهدي يلا زيد هو وقفنا غير ما تقراش ما تقراش انا والله ما نقرا انا والله ما نقرا انا مزوق انا ارجوكم والله ما نقرا صافي النغمي قريتيها لا 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 نقول لك في اللعب نقول لك في اللعب كاع لا بغيتي دابا غادي نقرا لكن كاين كاين نايف ملي كيطلع ماركر كيولي توا تيولي توا اتاك كان ماركيش بزاف كاين بزاف والله ما تكونسونتريتش كاين ماركيتي بيت وانا في راسي انك تختاريتي في التشكيله المثاليه ديال الدوري الفرنسي وما كنتيش فاهم كان فيها مبابي وكانوا فيها لعابه هادي العام اللي فات انا عارف ماركيتي بيت وحيحتي ومعنا مهدي قرناس كيتفرج تحيه ليه تحياتي ليه قرناس غادي ندوزو دابا لمرحلة الاحتراف من الفتح نظام شبعنا قلوبه كيحبنا هذاك وتحنا تنحبوه تحنا تنحبوه نايف غادي ندوزو لمرحلة الاحتراف من الفتح شوف نايف يعرج صوب الدوري الفرنسي كيفاش كدي يعرج انا ما عرفتش اش هادي ما جيتش هاد الحصة كنت سالت انا وهذا على طريقة كنا سالتين قول لي رشيد نيني كيفاش جا الانتقال لديجون وعلاش ديجون ماشي فرقه اخرى واش نايف جاو عروض اخرى ورفض ولا كان عنده عرض ديال ديجون كيبان ليه يتلائم مع الطموحات ديالو كيفاش جات هذه المرحله بغيت كنت تدوي لنا هنا كنا في الشان سالينا الشان دينا الحمد لله وجاو تما هما تفرجوا فيا ديجون وتبعوني داك سال الشان فيفريي تبعوني حتى ديك مارس الاخر ما جاو كيتفرجوا فيا في الفاتحه دي وصافي ديك الساعه هما بغاو يسنوا بري كونترا وانا ما ترددتش علاش حيت كنت باغي نخرج وداكشي اللي وقع ليا قبل مع فالونس وداكشي ما بغيتيش التجربه تعاود تكرر ما بغيتش قلت صافي نسنيك نضمن وربي اللي غي الكمال لله واش كان سهل انك تادابت مع الاجواء ديال الدوري الفرنسي لا ما سهلش في الاول كيفاش درت المرحله جيت في واحد شوف حنا المغرب الحمد لله الدراري كاين كواريه فين ما مشيتي كلشي كيلعب في الزنقه وتكنيكمون فهمتي كاين لي طالون بزاف ولكن انا ملي جيت لهنايا حاجه واحده صدمتني هي الفيزيك ماشي الفيزيك المدرسه فيزيك مو لا هذيك ولا الهجوج قول الهجوج خصك تدور عنده قول لي لا راه الفيزيك ماشي الماتو سيونس وداك الشيء التربيه الاجتماعيه قال لك يا على فوك هادي ديال شوف حنا كنخاطبوا واحد النخبه ديال الناس اللي كيتفرجوا صافي منين جيت لهنا لقيت الفيزيك صعيب واحد الحاجه عذباتني هنا ملي جيت كتبت الوراق اخويا الوراق من ناحيتاش الوراق بزاف لاسيغونس كارت فيتال هادي كلشي كيوصلك في كتمشي تقلب باطوليتر ديالك كتلقى في
في الشهر عندك شحال من ورقه خصك تقراها وخصك تصيفط وهذه. وانا الحمد لله ملي جيت لديجون ما كانش عندي مشكل ديال اللغه اللي كانت مهمه تجي في بلاد ما بطبيعه الحال. ولقيت فؤاد شفيق اللي ديما كنهضر عليه، تحيه كبيره لفؤاد شفيق المحترف شفيق خويا اللي لاعبين المنتخب الوطني صراحه زعما في لادابتاسيون ديالي هنا في فرنسا وفي ديجون والله العظيم كيلعب فيها واحد 60% دونك 40 ديالي بالكره وهذه، ولكن هو 60%. علاش جيت؟ اول حاجه عارف فين الماكله حلال مثلا، فين غتمشي تشري شي حاجه، داكشي ديال الوراق شنو خصك دير. المهم كتجي شي سهل عليك الماموريه، سهل عليا الماموريه بزاف الحال. بحال اللي مسكين قال لي ها انت شوف تكونسونطرا عليا في الكره. ملي مشيتي لديجون شكون هو اللاعب اللي كان كيلعب معاك ما كرهتيش تكون جريتيه معاك لديجون في الفتح؟ اه بدر بول. انت شمن تكتي معايا في الفتح نجاي؟ بدر بول هيرود. انا ما يديكش معاه حتى القيصريه اسكت. بدر بول هيرود صراحه. بدر بول هيرود اه الدري اللي تبارك الله كويري هو دابا في مالاغا اليوم، كواري بزاف. كانت عندنا ويا واحد العلاقه زوينه زعما في التيران ولا برا التيران كنا خوت، وفي ذاك العام نيت كان هو في الشان وكنا بجوجنا كنعقل كنجلسوا كنهضروا وفين باغي تمشي هادي شنو غدير. دونك حتى هو كان كيعاود ليا وكي فهمت، كنت انا ترونسبارو معاه وحتى هو كان ما كانش الكذوب بيناتنا. دونك انا كنت كنتمنى زعما كنت كنتفاهم معاه في التيران. دونك حتى برا التيران كي جيت نجبد لك لعابه بزاف منهم، ولكن لاج ما كانش يسمح ليه يخرج مثلا سكومه، ايوب سكوما اللي تا هو كانت تبارك الله فهمتي ما كانش كتبان ديك الديفيرونس ديال لاج اللي بيني وبينه، كان كيحسبني خو صغير كنضحكوا هذا. دونك ولكن الاول تقول لي كنت نجرو معايا لديجون هو بول هيرود، كنت غنتفاهم انا وياه بول هيرود نقد نجي مع بجوجنا ما مجوجينش نقد نسكن انا وياه في دار وحده زعما الدري اللي خويا عزيز عليا بزاف. نايف كاينه واحد الفقره سميتها اول مره هي نوستالجيك شويه، بغيت نجبد معاك شي حويجات وبغيتك تهضر لي على اول مره وقعوا لي في الكره. زيد اول مره غتماركي شي بيت زعما في ملي كتهضر اون كو بروفيسيونيل ولا ماركي بروفيسيونيل؟ لا بروفيسيونيل. اه ضد الوداد في البطوله احساس ديالك؟ اه بقيت نجبد غتماركي بيت في البطوله الاحترافيه وعلى فرقه كبيره سميتها وعلى فرقه كبيره هي هذه. اه كوجا داك البيت ضد شي فرقه مع احتراماتي للفرق المغربيه كوجا شي ما نسميش، كوجا شي فرقه عاديه غتما تفرح، ولكن تفرح حيت ماركيتي كيف ديك الوقيته تماركي على الوداد وهذه كانت كبيره. ماركيتي في كازا ولا في الرباط؟ لا في الرباط كنا ربحنا 3-1. اول بطاقه حمراء خديتيها في الكارير ديالك؟ خديت وحده. كي كانت؟ ما نقول لك تظلمت شويه، تظلمت شويه ضد خريبكا، ضد خريبكا ضد واحد اللاعب اللي كان معايا في الفتح وهادي ادم النفاتي. ادم هو عايق بيا مع تبينا معايا في الاكاديمي وفي الفتح، دونك تيعرفني وكنعرفو. صيدني في الكارتون جون الاول اللي ما فيه والو، مشيت خديت الكره ولكن فهمتي هو لعب مزيان، لعب عرف يطيح عرف يغوت جا لابيت طاني صفرا. في الدوزيام ميتون تصيد كنا خاسرين بجوج لواحد وكنت معصب شويه، هذيك تما فين خصني ناخذ صفره. هذه زوينه اللي ما كنتش دايرها ولكن غادي نقولها قلك اول مره تبيضتي ما كانش عندك ومالا ومالا وحده سي نورمال ما كاينش شي لعاب ما غيتبيضش. اول مره اول مره تبيضت فين؟ في المغرب ولا هنايا؟ لا في البطوله. في البطوله ابار لي زونطريمون كيبيضك شحال من واحد زعما عادي. البيضه اللي كانت في الماتش زعما اللي تبيضت فيها ضد بركان مشات لي السميه. شكون مولف عليها؟ انا نقول لك دابا كان في سلا ولعب في بلكان. عاوني انت جوجل كان في بلكان وباقي دابا معاهم باقي ميليا طويل. لا 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 النمساوي جعواني كيلعب قدام كيلعب قدام مروان فرحان اما الا كانوا يعاونونا. المهم لعب في سلا انت فكره. المهم هيا انا فكره نقولها لك هو مولاها هو مولاها الاول. لا ماشي العربي الناجي كيكتبوا الناجي ماشي العربي الناجي ماشي عزيز هذا اتاك. الناجي ما كيلعبش في الاتاك. اه لا كيلعب ميو تاع المزابي البيض موجود موجود اخي بيضة خديت انا في هذه ضد ليل نيكولا بيبي عاد ليا واحد البيضة شنو نقول لك عادي تلقى البلا والباس. اه ما وقعت لا بلا لاباس هذه وقعت فيا خويا العشير 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 اوكي العشير
22 نايف اول تيتر ربحتي كاس العرش مع الفتح ولكن في صغر ولا لا بروفيسيونيل كاس العرش مع الفتح ولكن ما حسبتوش خديته واخا كيتقيد لك في السي في ديالك وفي بالماريز ديالك ولكن انا ما كنتش كنت في تريبون كنت يلاه بديت ديك الساعه العام الاول ديال الفتح كنت في تريبون كنتفرج ولكن كتقيد انك ربحتي ولكن انا ما حسبت دونك ما كنتش في التيران كنقول ما حسب انت ما تحسبش ليا الى حيدنا هاديش من تيتر غتحسبوا اول واحد في الكارير ديالك البطوله مع الفتح البطوله اول مره سفيان بوريت كنشوفك ياسين الحواس اللي تا هو قول لي اول مره غتكون فوكال ديكيب ناسيونال تسولني ولا سولتي لا سولتك عاود لينا على اول مره تكون فوكال ديكيب ناسيونال كنا لاعبين مع الفتح في الكاس الكونفدراليه الافريقيه كنا لاعبين ضد ليبيا طراب الاهلي تريبولي اهلي طرابلسي اهلي طرابلسي الله يعطيك الصحه وجا ايرفي رونار يتفرج ومراها بسيمانه كان خصو يدير لا ليست ديال البري سيليكسيون وكنت فيها وكان عقل سيس ولا فضال ما عرفت سيس ولا زهير فضال كان تضرب مع الفرقه ديالو فضال سيغمو حيت هو اللي كان توعته فضل مع الافيس كانت تضرب وتما انا ما كنتش كاع غنكون صراحه في لا ليست وكانوا هما كانوا مجموعين ما كنتش كنت ابخي سيليكسيوني وصافي تما فين عيط ليا ضد البانيا اول مباراه وديه كي كانت اول ماتش وانت كتلعب توني ديكيب ناسيونال سي با دوني اي واحد انت باش تلبس مايو ديال ليكيب ناسيونال راه ما يمكنش شفتو في داك لاج داك لاج وانا جاني داك الشيء بالزربه في عقلي حيت كيف منين جاي بغيت نقول لك سمتي منين جاي من التحت وداكشي جا بالزربه حيت داكشي اللي وقع مع فالونس جيتي للفتح سنيتي برو لعبتي ماركيتي وغتمشي للمنتخب الا نايف بطبيعة الحال حنا كنتمنوا لك ان شاء الله التالق ان شاء الله والاستمراريه لان المنتخب في حاجه ان يكونوا فيه لعابه بحالك ان شاء الله حنا كنعرفوا واحد القضيه ان ايرفي رونار فاش كان كيدرب المنتخب الوطني اي لاعب كيجي جديد للمجموعه كان كيدير لهم بحال لامبيزوطاج اي واحد تيجي خصو يغني شفنا الفيديوهات ديال اللعابه كاملين ما شفناكش كتغني نايف كيفاش بلاك لا كانوا ما عرفتش ما حطوهاش في انستغرام ولكن كان كلشي هاز التليفون يمكن حطوها في سناب حيت شحال ما تيكون عنده مني انا وجبت سناب بريفي ولكن انستغرام بيبليك شنو غنيت انا غنيت لهم فابيني ديال ريدا طاليان وما كرهناش نسمعوها اخويا راه الناس ما شافوهاش والله الناس ما شافوهاش اش هذا الصوت هذا شوف هذا الصوت ماشي دلغنا عاد ديال طلع ديفونس انا تعيط لي دابا سميتو سي دي بي كيطا قال لي قول نايف يغني لنا فابين اسمح لي نقد اي حاجه الا الغنى سي دي بي كيطا جوج يغني لا صوتي شوف مهدي انت راه خويا صوتي جوع اخويا فاتيكي فاتيكي ما يمكنش هو صوته زوين والله لا بدا لا سكت اشوف غندوزو انا غندوزو هادي اسمح لي هادي من عندي ولكن هادي معلومه قلتي انك غنيتي فابيني غنيت فابيني ديال ريدا الطاليان وعلى السهله هي شوف ملي كتكون في داك الموقف خصك تغني شي حاجه عارفينها باش ما يكون سكت بيان سور خصك دير تغني لهم غتغني لهم شي حاجه ما عارفينهاش يبقاو يسمعوا كتبان حمق اكزاكتو انا غنيت لهم فابيني طلعت ديك فابيني كلشي طلع معايا فابيني صافي مشيت وليت كدير لهم فابيني صافي انا اصلا وانا غنبدا نغني هضرت مع بونو ياسين بونو قلت لي شوف تعاوني قال لي معاك صافي ما طلعت سوا مسكين كلام عليك صافي مشينا لعبتي شحال من ماتش دابا لعبتي مع المنتخب كنت في سبعه ديال لي غاسومبلومون ولعبت ثلاثه ماشي بزاف ثلاثه الماتشات سبعه ديال التجمعات الاعداديه في هاد المده اللي دوزتي مع ليكيب ناسيونال في لعابه المنتخب شكون اللي كيبان لك فيهم اكثر لاعب انضباط فوق رقعه الميدان هو شوف صراحه زعما اللعابه كاملين بروفيسيونيل في عقلهم وفي الخدمه ديالهم زعما واحد اللي بان ليا بزاف عندك بونو ياسين بونو كنت كتب سميه اخرى كنت كنتسناك تقولها ولا نقول صراحه قلت لك كل شيء ولكن ياسين بونو انا جلست معاه في الشومبر وشفت شحال من حاجه ياسين تبارك الله وقت الضحك ضحك وقت الخدمه خدمه اكثر لاعب في المنتخب الوطني تيدير اجواء ديال الضحك والدعابه والفكاهه
حمزه منديل. حمزه منديل بغيتي تضحك جلس حدا حمزه. شكون هو اكثر لاعب في المنتخب الوطني كيبان لك لاعب مهاري؟ انا بالنسبه ليا سفيان بوفال. سفيان بوفال. شكون هو اللاعب في المنتخب اللي تيجيك زقال؟ بيان سور ما كاين حتى واحد هنايا كنضحكوا، مي ضروري في كل فرقه تيكون واحد زقال. زقال غير جبد لي الصداع حبيبتي. الله اسمع لاخوتي يقول الله اعلم. الله اعلم. زقال زقال الله اعلم. نعم. شكون هو اكثر لاعب كيبان لك عنده لا فيتيس؟ حكيمي. حكيمي ومنديل. كونديسيون فيزيك ديرار. نبيل. دونك تحيه ليهم كاملين. وكاين مهدي بن عطيه تاهو تبارك الله. قاسم مهدي شهاب. لا مهدي انت ما شفتكش في التيران، خصني نحكم عليك. واه شوف انا راه ردعت كره منك صغير بحال. عرفتي الوالده ديك النهار قالت لي؟ قالت لي راه وصلت مع الوالده ما تتفرجش في انستغرام الا كانت اختي داخله تتفرج فيا. اه قالت لي هذاك اللي كيديرها واش بصح شفتو شي نهار واش كبر معاك؟ شوف فين ديزيرت. تحية كبيرة. تحية كبيرة لها والله يخليها لك اخويا. امين يا ربي الله يحفظك. آه ونسيت تا امرابط. تا امرابط تبارك الله. امرابط امرابط جلادياتور. امرابط عطاك بظهره وصافي انسى. دكاكة. لا ما تاخذش ليه كرة زعما في الدار هكا دوبيت ما تاخذهاش ليه. نايف ان شاء الله من بعد ما صار كبير العنوان ديالو التألق ان شاء الله والنجاح والاحتراف اعلى مستوى ان شاء الله. شنو استراتيجيا شنو كتفكر دير في المرحلة ديال ما بعد كرة القدم؟ سؤال زوين هذا عرفتي علاش؟ كنت باغي ملي كنت كنلعب ونقرا كنت باغي ناخذ ديبلوم زعما بكري. كانت سورتو ديال المعهد كان فهمتي ليسونس بروفيسيونيل كانت دير بها بزاف د الحوايج تبارك الله ما كتبش. دونك دابا انا باقي لي انا كتبش كيعجبني نخدم مع الدراري الصغار تعجبوني الدراري الصغار في الكورة. الدراري الصغار تعجبوني ملي كيكونوا بيبي عاد يدخل ديك 6 سنين كنتفكر اختي الصغيره اللي كبرات قدام عيني كنبقاش نحملهم حتى اللي 12 عام كيوليو باسلين اخويا. دونك انا باغي نخدم مع الدراري الصغار دونك علاش لا. باقي يلاه بديت في الكره ولكن لا خديت واحد التجربه زوينه في الكره تحاول تدوز الميساج ديالك للدراري الصغار سورتو اللي انا دازت عندي طفوله نقولوا صعيبه في الكره في الاكاديميه وهذه بزاف الحوايج وقعوا لي. باغي نعاون الدراري الصغار اللي شي واحد ما تايقينش فيه شي واحد ما قالوا ليه ما غاتوصلش هذا ما كرهتش نعاونه. نايف في كل حلقه نحاول اننا ندوزو رسائل ايجابيه للناس في كل ميدان ولا في كل متدخل من المتدخلين اللي كيكونوا معنا. داير كانوا معنا دي زانفلونسور دي زارتيست اليوم كاين معنا ان جوور دو كاليبر اللي هو انت. دونك كاين بزاف ديال الناس. المهم كلمه حق كتقال لان واحد بنى المسار ديالو بدراعه وبالاراده وبالعزيمه ديالو وصل لواحد المرتبه اللي محترمه جدا. بزاف ديال الناس ولا بزاف ديال لي جون باغيين يديروا كارير في الكوره شنو ينصحهم نايف شنو خصهم يديروا؟ شوف ثلاثه الحوايج. الناس بكري الناس بكري شو دابا الوحده الناس بكري جاي. لا لا بصح عنده الحق رمضان. ايجين دو في غنقول كامله شنو كتاكل شنو كتنعس. ايجين دو في فيها كل شيء تاع النعاس وهادي. ندخل الدين واخا خصو يكون فوق كل شيء. الدين ملي كنقول الدين ماشي زعما عاد تكون كتصلي وهذا سورتو واحد النقطه غنوقف عليها هي رضات الوالدين. واحد رضات الوالدين هي اهم حاجه اهم حاجه هي كل شيء قسما بالله. لا اهم حاجه رضات الوالدين تكون مرضي. والثالثه الخدمه اخويا. شحال واحد يقول لك على الخدمه كنسمعوها ولكن الخدمه دير اللي عليك. الا ما خدمتيش في اي دومين راه ما يمكنش توصل لداكشي اللي بغيتي. اكزاكتومون سورتو في الكره ماشي تقارن. ما تشوفش رونالدو مثلا كيدير 1000 ابدو تمشي ديرها انت وما تقدرش تنوض غدا. دير جهدك داكشي اللي قاد عليه نتايا دير اخويا. سالي لونترينمون مهلوك وتسنى نوبتك. نايف اخر حاجه تنختموا بها زعما نورمالمون في اللايف هي الاسئله ديال الناس. كنعطيو الناس فرصه الناس اللي كيتفاعلوا معنا في اللايف كامل هو اللي عنده شي سؤال بغى يسول الضيف ديالنا تنختاروا الاسئله بطبيعه الحال اللي ما طرحوش في الحلقه وتندير لهم ايبانغلي باش كتجاوب عليهم. ولكن قبل ما ندير لك واحد الاختبار منين ندير هذه اسمح لي قاطعتك منين ندير هذه ما تاخذ السؤال واحد صافي انا عرفته صافي هو هذا ها هو صافي
عرفته لا عرفته بلا ما تقول لي. انا دابا نعطيك بعض اللعابه وبغيتك تقول لي انت فاش من فرقه كيلعبوا. زيد يلا غنبداو بمهدي قرناص. جديده اسكت خلي بغي يختبرني انا. طلع معاك اخويا شي حلقه الله يحفظك. ايوا ما تنفكر زيد مع من كيلعب بدر كشاني دابا ما عرفتش اخر لا في اكادير كان اخر مره ولكن دابا ما عرفتش واش بدلوا ولا لا. كريم بعدي هذاك راه الكوارا الكوارا ديالي هذاك كريم عرفتي. النمساوي بركان صدراتي قرع قال في الدار نشوف. انا بصراحه صغير بغيت نشد فيك في هذه اللعيبه هذه لان تبارك الله كنعرفوا ان عندك ثقافه كرويه كبيره تبارك الله. وباقي تنسالك واحد الماتش دروتور غنلعبوه من بعد ان شاء الله. تتسالي الحلقات ديالك انا كنوجد كنحفظ. ها هو منديل شنو قال اش منديل دابا بغى يطلع لي قال لي ديديكاس. يلا جبتك حمزه احسن ديديكاس الاحسن خويا حمزه منديل. حمزه منديل ما طلعش لك كومونتير تكتبه؟ لا حمزه يلا دار لك ديديكاس. انا سنقلب على بانوا لي دي كيستيون زوينين دونك عافاكم اللي عنده شي سؤال طبيعة حالنا تنقولها ديما جو من الاحترام ما تندخلوش في المسائل الشخصيه ما كندخلوش في المسائل العائليه. دونك اللي عنده شي سؤال حول المسيره ديال نايف اكراد على الطموحات ديالو الاحلام ديالو دي كلها اشياء مشروعه لان الواحد يسولها. عرفتي دازو قدامي دي كيستيون زوينين مع الاسف رحالي خويا الله يحفظك. المهم نبداو بهذا يلا نتوكلوا على الله نبداو بهذا. الفريق المفضل ديال المغرب الكاك والفتح حتى يحيى لعبت فيه ولكن الفريق القلب هو الكاك. قال لك واش هذا الاسم ديالك حقيقي ولا ديال الشهره؟ هذا اسم تغني به هذا. هذا انا نجاوب بلاصتك. هذا اسم تغني به تعملوا سؤال ديال منديل داخل منديل شوف داخل يموت بالضحك يدي ما يشد فيا بالليل شي ابيل فيديو غيزيد. لا ولكن زوينه ديال واش الاسم الحقيقي ديالو ولا اسم ديال الشهره. هذا اسم تيستعملوه في الحفلات الخاصه وتغني به في الاعراس. طبيعي بحال سميتو نايف اكيد سميتي اخويا والله الا سميتي. واحد يخسر الهضره فرندا باقي شي واحد يخسر الهضره فرندا. هذاك انا ماكرهش ندير سكرين ونصيفطو للوالدين الى عنده باش نقول لهم ونعم التربيه. غتلقى باقي صغير شوف هذا قلت الشعور ديالك نسجلتي على طنجه في اخر دقيقه. الدري كنعرفو ساهل كي داير اخويا كلشي مزيان. الدري كيبغي الفتح تبارك الله كيجي يتفرج الماتشات كاملين. هذاك شوف داك البيت اللي رجعتي تشوفها ساهله تلقى اي البكيه اللي بكيت وانا غادي كنفرح راه تبين لك كلشي سورتو بيت ديال نقولوا ديال البطوله كناش خصنا نتعادلوا ولا نخسبوا. دونك هو اللي من احسن بيت عندي ما ماركيتش بزاف ولكن هذا هو احسن بيت عندي. رحالي كيسلم عليك يقول لك سهل هادشي وراك عزيز. رحالي الله يسهل عليك اخويا عزيز عليا سيمو بزاف والله. تحيه كبيره لي. حمزه قال لك شكون هو احسن مدافع في العالم بالنسبه لك؟ احسن مدافع في العالم نعم عندي نيستا كيعجبني بزاف ما تفرجتش فيه بزاف ولكن داكشي اللي شفت انا كيعجبني بزاف. تبدين قال شو رايك فيه كلاعب كبير؟ واو 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 سيف سيف راه عاوني في واحد الحاجه بعدا في الماكله. سيف راه تعرف تلعب تلبي وسيف الدين راه دابا راه نيتريسيونيست ديالي صافي. كيفاش هو تيصايب المرقه شنو؟ لا لا عاوني بلا ما نشوف ديك البانكيك راه هو اللي حرقها البارح قال لي شنو. قال لك شكون هو اللاعب الموهوب في الاكاديميه وما تشهرش وما تعطاتوش فرصه؟ الاكاديميه اللي نقولوا ما تعطاتوش فرصه تعطاتو ودابا كاين اللي طاح لي في بالي قالوا نيت حاتم دابا سمير تباتي واحد الدري كان كيلعب في الاكاديميه معنا لعب في الفتح ولكن ما شوف بزاف اللعابه اللي جيت نجبد لك في الاكاديميه كان مصطفى محب منديل كاينه يعرفوا واحد الدري مليون ديال منديل ما تطلعوش ليا لي كومونتير ديالو. منديل قال لك سؤال صحابني سؤال بغيت نهضر عليه عرفتي شنو كيمسحهم بمنديل
دريسي حمزه قال لي وانا في نيستاد تبهدل في لي ديرنيغ زاني ديالو. واخويا انا عبدك تبهدل وعجبني حمزه. شوف قال لك سولني انا نقولك قال لي فوقاش غتجوز حيت دابا هو مجوز تبارك الله والد وليد الله يكمل عليه. دابا كيسولني انا فوقاش غنتجوز. قال لك توفيق كيفاش كيجيك الدوري الفرنسي بالنسبه لهيكلات المدافعين وشنو الفريق اللي كتحلم تلعب فيه؟ صراحه الشامبيون ما نقارنوهاش بالايطالي في لي ديفونسور، ولكن حتى هي فيها. قلت لك اول مشكل جيت لفرنسا لقيت الفيزيك هو اللي فهمتي بنادم فيزيك مواقف، دونك كتعلم بعدا تخدم تاكتيكمون حتى فيزيكمون كتزاد صراحه في فرنسا في لي دويال بزاف الحوايج. والفرقه اللي كنلعب فيها راه كنقولها ديما زعما كنحلم نلعب فيها تمشي فين ما مشى الله، ما نحلمش بزاف باش ما هادي زوينه. قال لك شنو هو البوست اللي تقدر تلعب فيه من غير مدافع؟ انا اصلا كنت بديت في ميليو تيران شحال هادي كنشوف زعما نقدر نلعب نيميرو 6 فهمتي كاسور نفس الدور شويه، ولكن حاولوا عرفتي اخويا باغي تكاسي كاسي حداك الهجهوج بدا به هو الاول. علي فراسي يا صاحبي علي فراسي. شوف 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 ساهل شنو دير تهز التليفون وتعيط وتقول لهم فيه كورونا فيه كورونا لا ما يجيوش ليه بالعكس يقول لك انت فيك. لا قول لهم حلف ليهم قول لهم انا مصيفطني شهاب من المغرب عندي المعارف انا عندي شي صحابي مقدمين لي وداكشي عندي الدراري داخل عندي نفوذ فهمتيني عندي صحابي في الرباط. الحلف كيحبس في المطار كيبقاوش يامنوا بالله في المطار. نايف خويا دوزنا مولاي حمزه الكراكي شفت واحد الكومنتير حمزه الكراكي مولاي جاوب عليها خويا لان هادشي هبط بالزربه. واو واو عرفتي شحال فاتني سيف الدين شنو تي بريفير؟ لا قال لك سيف الدين سي غراس ا موا كو لا بليبار دي كرون جوار سون اون فورم. باينه باينه باينه. هو انس انس ديك النهار صاحبي كياكل في اللايف كياكل البنان والخبز صاحبي بنان والخبز بنان والخبز هكا كياكلوا في اللايف مالو في المخيم عرفتي هو يقول ليه سيف حتى سيف كان كيضرب شيبس و شيبس والخبز. سيف راه يقدر يدير اي حاجه ما يجيش يفاجئني. ياسين حفيان داداز ديالنا نايف خويا قبل ما نسالي وكندير واحد اللعيبه ديما في اللايف تندير واحد السيلفي تنقولوا الناس يسكرينيو ويصيفطوا لينا كاملين سير على الله يدخل معايا ولا بلاش بلاش. نعم؟ انا وياك انا وياك سير خليها زوينه صح ما كيحملكش والله ما كيحملك سير شي سكرين يلا عفاكم كما ديما كما جرات العاده شفتيني بغميزه نايف خويا شكرا بزاف على التسويعه اللي دوزنا. شكرا لك انت حبيبي والله حتى هاتفك مجروحه خويا نايف انا نقول اللي قلت ولكن كتبقى زعما لاعب كبير لاعب اللي وصل لواحد المستوى محترم جدا وانت مفخره ديال الشباب المغاربه ديال المحترفين الناس اللي بداو من البطوله الناس اللي بداو من والو الناس اللي بداو من الدص باش نكونوا اكثر تحديد ووصلوا للدوري في الكره محترم جدا. كنتمنى بزاف ديال الشباب يمشيو على المنوال ديالك. تحيه كبيره ليك اخويا والله الا لقينا في ساعه الخير. كنعرفش نهضر بلغه الخشبه والله عندي علاش دابا انا تنهضر مع كونتر بلاك والله حتى لغه الخشبه هذه تنهضر مع نجبد لي زوديو ديالك. شوف شوف خلينا من لي زوديو عرفتي لغه الخشبه قلت لك انا راه عزيز عليا الهجوج وحبيبي وداك الشيء ولكن نهضرش معك بلغه الخشبه. اجي دافع على راسك اجي دافع على راسك الهجوج اجي 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 اخويا اجي اجي نسلم عليك. لعب ديك بابجي تا هو دابا باقي شي واحد كيلعب بابجي قديم قديم صافي دابا جوج راه جاي يسلم عليك خويا جوج. لا وقت ديوي قلتي لي ماشي اخويا اخويا قديوي كي داير كي داير اخويا هاني مزيان الله كبير هذا عواشر مبروكه الله يكبر بك الله يرحم لك الوالدين بحال السلامة قبيله انتم كتعطاو دابا وليتوا ضريفين في لا لا والله ضروري شوف والله شي عزيز عليا قسما بالله قول لي واش عزيز عليا السيد عزيز عليا والله العزيز عليا والله الا كيجبدك في غيبتك والله ما نشوف شوف بغض النظر بغض النظر ولكن تيبقى عزيز عليا ايوا الفكاهه ديالو ضعيفه شويه ياك الفكاهه ديالو ميعه فهمتيني بحال قلتي قيسها الماء ضرير بس والله شو ضرير الله يحفظك خويا الله يسهل سلام عليكم فريوسكم الله يحفظك سعيده وشكرا بزاف ولا ما جاوبناش لما جاوبناش على كل شيء اخويا ما يتقلقوش يسمحوا لينا حنا حاولنا نجاوبوا على سمحوا لي انا اكثر انا سمحوا لي اكثر سمحوا سمحوا لنايف سيرتو حمزه منديل ما يتقلقش من ناحيه سولنا واحد السؤال لا لا يخطيك خويا تحياتي ليك نعرف عندكم الوحده دابا الوحده يلا يلا توجدوا سحوركم يلا طيبه مادي خويا ما تغبر صافي
لا حفظك. شكرا استاذ بارك الله فيك. خلي شي فوق كتاب خلي شاعر. شكرا بارك الله ممتاز ما بيكش. ما يديك فكات الهواج. لك اخويا تحياتي لك اخويا. تهلا لي فاسك بزاف. سلامة. تحيه كبيره للاعب نايف اكرد بطبيعه الحال. فلونغوجيسمون ديال اللايف غتلقاو في يوتيوب في لاشين ديالي. شكرا لكاع الناس اللي بداو معنا هذا اللايف كامل. شكرا لخويا نايف على التسويعه الزوينه اللي دوزنا. وما تنساوش ان الموعد ديالنا كيتكرر يوميا ابتداء من الساعه 10 الى حدود الساعه 11. موعد يومي من طبيعه الحال كما كنقول لكم ديما مرحبا بكل الاقتراحات ديالكم بخصوص فقرات بخصوص الضيوف وحتى الانتقادات ديالكم اذا كانت انتقادات بناءه فهي مرحب بها ديما. الله يلاقينا في ساعه خير. وما تنساوش الضيف ديال غدا ان شاء الله غادي يكون معنا الفكاهي مهدي بالعياشي الفكاهي الشاب الوسيم والمتعلق. غادي يكون معنا غدا ان شاء الله في حلقه خاصه. من هنا لتما تحياتي لكم والى اللقاء.